قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. عادت إلى الواجهة من جديد قضية المسنة السعودية التي بقيت مكبلة بالسلاسل مدة 35 سنة، حيث أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها حول القضية وسلمته إلى السلطات الرسمية التي شهدت أحداث القضية وهي إمارة منطقة جازان للسيدة المسنة حبسها أخوها لمدة 35 سنة. ووفق موقع سبق السعودي والذي كان أثار قضية المسنة التي باتت تعرف بمكبلة هروب، فإن الهيئة سلمت تقريرا عن الحالة إلى إمارة منطقة جازان على أن يتم التنسيق بين الهيئة والشؤون الاجتماعية بالمنطقة للوقوف على الاحتياجات للمسنة. ونشر الموقع السعودي تفاصيل مؤلمة مرت بها المسنة، حيث كبلها شقيقها بالسلاسل الثقيلة مدة 35 سنة في منطقة جبلية نائية بجازان للحصول على نصيبها من الميراث، مما أصابها بأمراض جسدية ونفسية عدة قبل أن تحرر، لكنها ظهرت لا تعرف أحدا حولها حتى أبنائها، واستغل الأخ شقيقته كونها لا تحمل هوية وبالتالي لا تعتبر موجودة على السجلات الرسمية. ويروي أبناء المسنة قصة والدتهم مؤكدين: لم نرى والدتنا إلا بعد 35 سنة، فقد أخذها خالي عندما مرضت وحبسها في بيت قديم وقيدها بالسلاسل والحديد وحرمت أبسط الأشياء وهي ممارسة حياتها كإنسانة. وأضافوا: بعد 35 سنة اكتشفنا أن أمنا موجودة ولكن حالتها الصحية سيئة جدا، عزمنا على أخذها أنا وأخي، لكن خالي رفض أن يستخرج لنا صك حصر ورثة إلا مقابل التنازل له عن ميراث أبيها، وساومنا على التنازل عن ميراثها من أبيها مقابل استخراج صك حصر الورثة، ولم نجد حلا إلا الرضوخ. وتداول الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي رواية أخرى تقول بأن الأخ حبسها بدعوى أنها مجنونة. وقال أحدهم: يقولون زمان إن زوجها طلقها وكان يقول عنها أنها مجنونة وأخذ منها أولادها، واحد منهم كان رضيع وكانت تهرب من بيت أخوها لبيت جوزها بس عشان ترضع ابنها، ويوم داري جوزها قال لأخوها لا عادي يخليها تيجي، وأخوها ربطها بسبب إنها مجنونة على قولتهم. وزعم آخرون أن قضايا الميراث في مناطق المملكة تشهد حالات صعبة، إذ أن بعض الموروث الاجتماعي يدفع البعض لمنع النساء من ميراثهن بحجة الخوف على خروج الأراضي الزراعية عن ملكية العائلة. دي السيدة المسنة 35 سنة محبوسة. من ناحية أخرى، كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم الأحد 13 يناير 2019 أن النائب العام في المملكة العربية السعودية بدأ التحقيق في مزاعم بأن ناشطات موقوفات تعرضن للتعذيب في السجن، وكانت تقارير إعلامية زعمت حدوث التعذيب بما في ذلك الصدمات الكهربائية والجلد خلال الصيف في مرفق اعتقال سري بمكان مجهول. وذكرت الوكالة أن ممثلي النيابة العامة زاروا الناشطات في السجن لأخذ شهادتهن حول الإساءات الجسدية واللفظية، بالإضافة إلى المضايقات الجنسية التي يقولن أنهن تعرضن لها منذ احتجازهن في مايو أيار الماضي. وفي نوفمبر تشرين الثاني وصفت وزارة الإعلام هذه المزاعم التي أوردتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش في ذلك الوقت بأنها لا أساس لها وببساطة خاطئة. وفي مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، أكدت عالية الهزلول أن المدعي العام زار أختها لوجين في السجن للحصول على شهادتها. وبشكل منفصل زعمت لوجين الهزلول في حديثها لوالديها أنه تم احتجازها في الحبس الانفرادي وضربت وتعرضت للإيهام بالغرق والصعق بالصدمات الكهربائية
والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والقتل. وكتبت أختها: ثم رأى والدي علامات سوداء لكدمات على فخذيها، وأضافت: بعد مقتل السيد خاشقجي جادلت المملكة العربية السعودية بأن المسؤولين يخطئون أحيانا ويسيئون استخدام سلطتهم، لكننا ما زلنا ننتظر العدالة. من ناحية أخرى، وصلت الشاب السعودية رهف مساء السبت 12 يناير 2019 إلى مطار تورنتو بعد أن منحتها كندا حق اللجوء. ديت الفتاة السعودية اللي شغلت العالم، رهف. واستقبلت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فيرلاند الفتاة رهف في المطار. هنا صور توضح وصولها، لحظة وصولها إلى كندا امبارح السبت 12 يناير 2019. سعودية رهف والتي هربت من عائلتها المقيمة في الكويت إلى تايلاند. وسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوقية وناشطين عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد انتشار قصتها المثيرة للجدل. وتولت رهف بنفسها نشر تفاصيل قصتها عبر حساب لها في موقع تويتر، مبينة أنها تفعل ذلك مخافة أن يقوم أحد لاحقا بتزوير الحقائق على حد قولها. ديت الفتاة السعودية رهف. وتبين أن والدها مسؤول سعودي من أسرة معروفة وهو محافظ بمنطقة حائل، حيث تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي صوره. وأكدت رهف هوية والدها بإعادة تغريدة صورته. وظهرت رهف شخصيا ومن دون حجاب من خلال عدة مقاطع فيديو لتشرح الوقائع وآخر التطورات معها. وكان القائم بالأعمال السعودية في تايلاند عبد الإله الشعيبي قد ذكر في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا سابقا أن عائلة رهف تتنقل بين حائل والكويت، وأن معظم إقامتها في الكويت، وأن لرهف 5 أو 6 أخوات أخريات. دي الفتاة السعودية رهف. كما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية سابقا في معلومات مشابهة أن لدى رهف 6 أشقاء ويعيشون في حائل، وأن شقيقها كان ينتظرها مع سعوديين آخرين دون أن توضح إن كان ينتظرها في مطار العاصمة بانكوك أم في الكويت. وأضافت رهف بتصريحات للصحيفة البريطانية أنه مع وصولها إلى مطار بانكوك أبلغها أحد الأشخاص أنه يمكنها الحصول على تأشيرة دخول تايلاند في المطار، ثم أخذ جواز سفرها وعاد لاحقا بعد ساعة وبصحبته 5 أو 6 أشخاص. رجحت أنهم من الشرطة، لافتة إلى أنهم حاولوا إقناعها بالعودة للسعودية. ولا تتجاوز رهف في سن 20 عاما، حيث نشرت الديلي ميل البريطانية وثيقة لها من جواز سفر تكشف أنها من مواليد 11 مارس سنة 2000، وده جواز السفر بيبين أن هي لم تتجاوز 20 سنة. وبدأت قصة رهف بهروبها من عائلتها الموجودة بالكويت، مبينة تعرضها للتعنيف ومحاولة إجبارها على الزواج. وأكدت الفتاة الهاربة أنه تم احتجازها في تايلاند بعد وصولها أول أمس الأحد 6 يناير 2019، وسحب جواز سفرها منها عن طريق الخطوط الكويتية والتي تعاونت مع السفارة السعودية بذلك، وهو ما نفاه السفير السعودي الشعيبي عن عدم قدرة السفارة على سحب الجواز السفر منها. هنا رهف على تويتر كتبت: كويت ايرلاينز اند سعودي امباسي ورك توجذر، زي توك ماي باسبورت، اخدوا الباسبورت بتاع الكويت والسفارة. وهنا كتبت تاني كمان: سوف يتم
تسليم حسابي الرسمي لأصدقائي المقربين في حالة اختفائي لكي يتم تحديث وتوثيق المعلومات المهمة الحقيقية عن حالتي، ولكي يتم نشر الأدلة الباقية، ولكي لا يتم دحض أصوات البنات ممن هم في مثل حالتي من بعدي. وهنا بتبحث عن I seek protection in particular from the following country: Canada, United States, Australia, United Kingdom. وأوضح القائم بالأعمال السعودي في تايلاند عبد الإله الشعيبي أن القصة بدأت باتصال معهم من قبل والدها طالبا المساعدة، قائلا إن ابنته غادرت إلى تايلاند. وأشار إلى أن القانون التايلاندي يمنع إيقاف الشخص في سن 20، لكن بعد وصول الفتاة اتضح أن أوراقها غير مكتملة، حيث لم تحجز تذكرة عودة، ولم تثبت وجود أي خطة سياحية لها، مما دفع السلطات التايلاندية لإيقافها بالمطار، حيث لا يسمح القانون بدخول أي شخص دون تذكرة عودة أو حجز فندقي أو خطة سياحية. ونفى الشعيبي ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسحب السفارة لجواز رهف، مؤكدا أن السفارة لا تملك مثل هذه السلطة في تايلاند، ولم يتم السماح لهم بالوصول إليها في حجزها. وتابع أنه بعد مخاطبة السلطات التايلاندية قيل لهم أن سن الفتاة الذي يبلغ 20 عاما يمنعهم من إجبارها على العودة، ولكن عدم اكتمال أوراقها يعد مخالفة للقانون التايلاندي وسيتم إعادتها على أساس ذلك. وقال سيتم إعادتها إلى الكويت حيث أسرتها، ودور السفارة ينحصر في إبلاغ والدها بموعد العودة الذي كان مقرر له يوم الاثنين 7 يناير 2019. وعن التواصل مع رهف أكد عبد الإله الشعيبي أن السلطات التايلاندية تمنع دخول الدبلوماسيين إليها،